تخلت عن تاجها من أجل الزواج بساحر إفريقي كيقول بأنه كيتحدث مع الأرواح لعلاج الأمراض. قصة حب غريبة كتجمع الأميرة النرويجية مارثا لويز صاحبة 52 سنة برجل الأعمال دوريت فيريت الأمريكي من أصل إفريقي صاحب 49 سنة. علاقة أثارت الجدل منذ سنوات، ماشي بسبب لون بشرة العريس ولا لرأي سياسي يحمله، ولكن بسبب معتقداتهما معا. الأميرة النرويجية انفصلت على الزوج ديالها سنة 2017 وعندها معاه 3 ديال البنات، وسنة 2019 غتبدا علاقتها الغامضة مع فيريت قبل ما تخلى الأميرة النرويجية على تاجها وانتمائها للعائلة الملكية وغتعلن خطوبتها من الساحر الإفريقي. لسنوات عديدة والأميرة محط جدل في النرويج بسبب انخراطها في جلسات المعتقدات الروحية والعلاجات البديلة. سنة 2007 غادي تعلن على أنها كتمتلك القدرة على التنبؤ بالمستقبل. أما في سنة 2018 غادي تدير مدرسة قالت بأنها كتعلم الطلاب فيها خلق المعجزات والتحدث إلى الملائكة. سنة 1993 تم القبض على رجل الأعمال الإفريقي بتهمة إحياء نفسه من بين الأموات بفضل زيارات من كائنات قوية، قبل أن يصبح هذا الأمر مصدر رزقه ولقمة عيشه، حيث أصبح يجني آلاف الدولارات من الجلسات الروحانية الفردية. وبهذه الطريقة تعرف على الأميرة النرويجية اللي كانت من زبنائه، ورغم آلاف التعاليق السلبية والاتهامات لم يتركوا أقوال الآخرين تؤثر فيهم أو تفرق بينهم.